بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أريد أن أحكي لكم قصة جميلة عن إمام وخطيب ومعلم بارز عندنا في مدرسة البوسنة والهرسك، كان اسمه قاسم أفندي ماشت. قاسم أفندي مدفون هو هنا، جزاه الله كل خير. هو كان مثال في الالتزام وفي الثبات وفي الصبر على الطريق الصحيح. في زمن الشيوعية سجن، وكان في السجن لالتزامه بالدين، كان في السجن لا أدري 10 أو 12 سنة، يعني فترة طويلة، لكنه صبر واستقام، وكان معروف خاصة بطريقة جيدة لتعليم الأطفال لقراءة القرآن الكريم. عندما هو يعلم طفلا أو شابا في قراءة القرآن الكريم، هذا معروف في كل المدينة أنه هو علمه، لأنه على مستوى عالي جدا. وأيضا بعدما أحيل إلى المعاش هو واصل تعليم الأطفال، رغم أنه ما كان واجب عليه، لكنه واصل إلى آخر حياته في الدنيا. فمثلا حدث مرة أنني زرته في المستشفى وسألته كيف حالك، قال جيد والحمد لله. وسألته هل يعطوك لك هنا أدوية، قال ما يعطون لي أي أدوية. فسألت طبيبا لماذا، قال نحن نعرفه، هو لا يحتاج إلى أدوية، هو يحتاج فقط إلى الاستراحة، هو يبذل جهده كبيرا، فلذلك هو يتعب، فنحن نأخذه إلى المستشفى كي يستريح فقط. مثال آخر معه، مرة دخلت المسجد هنا في المدينة الذي كان يعلم الأطفال، يعني قبل وفاته بسنة تقريبا، فليس وقت الصلاة بل بين وقتين للصلاة هو يعلم الأطفال. فأنا سلمت عليه وقلت له يا قاسم أفندي أنا أخشى عليك. قال لماذا؟ قلت له أنا أخشى أنك تموت وأنت تعلم الأطفال في المسجد. فهو قال ها أصبت. قلت ماذا أصبت؟ قال هذا ما دعوت الله تعالى أن يحدث لي. شوف هذا مثال ممتاز كيف كان رجل صابر ملتزم، ولكن ما قدر الله أن يموت بهذه الحالة، مات في سريره. هذه جزاك الله خير، قصة جميلة.